ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي. أرحب بك سيادة اللواء معنا على شاشة القاهرة. يعني كما يحاولون أن تضيق الحياة برمتها بكل أبعادها ومعانيها على الفلسطينيين، هم يضيقون المساحة يوما بعد يوم كإحساس بالوجود أو الانتماء أو الأمان. إلى أين يريد الإسرائيلي أن يذهب الفلسطينيون وتحديدا داخل قطاع غزة مع كل ما يفعلونه من تغير مناطق الأمان والإنسانية حسب تعبيرهم؟ يعني أولا مساء الخير. يعني ما زالت سياسة الحكومة الإسرائيلية حكومة اليمين المتطرف يعني في ماشية بنفس النهج اللي بدأت فيه من يعني طرد الفلسطينيين من سكنهم وتدمير بيوتهم، فبالتالي هاجروا من الشمال إلى الجنوب ومرة من الجنوب إلى الشمال، والآن وهذا التدمير الشامل، وهم استخدموا التدمير هي الأرض المحروقة إذا جاز التعبير، اللي فأصبحت يعني قطاع اللي يصبح قطاع غزة منطقة غير قابلة للعيش. هم يريدوا من هذا القصف العشوائي وهذا التدمير الشامل من أجل إنه السكان يضغطون على حركة حماس، وحركة حماس أن تقوم بالاستسلام أو تقوم يعني بالموافقة على التفاوض مع الإسرائيليين. فبالتالي الشعب الفلسطيني يعني هم يريدون تهجيرهم منذ اليوم الأول، ولكن يعني كان موقف مصر من اليوم الأول إنه بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لمنع تهجير الشعب الفلسطيني، فبالتالي هذا الموقف اللي كان موقف الشجاع. ثانيا الشعب الفلسطيني يعني لديه تجربة مريرة من اللجوء والتشرد، فبالتالي هو صامت في أرضه بغض النظر عن كافة الظروف اللي بيعيش فيها هناك يعني بصراحة. من أجل ذلك أدانت الأمم المتحدة وأدان المجتمع الدولي هذه التصرفات، وأصبحت إسرائيل الآن نتيجة هذا العدوان المستمر أصبحت منبوذة دوليا على كافة على الصعيد الشعبي والصعيد الرسمي. الشيء الوحيد الذي يقف بجانب إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية فقط لا غير. العالم كله يدين هذه السياسات الإجرامية والسياسات اللا إنسانية التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ضد شعبنا الفلسطيني. ما الذي يضيرها يا سيادة اللواء؟ وهنا لا أريد أن أذهب إلى صورة سوداوية أو تشاؤمية، ولكن ما الذي يضيرها لإسرائيل حتى لو العالم برمته وقف ضد هذه السياسات الإجرامية كما تشير؟ إن كانت تخرج أصوات من داخل أمريكا وتتحدث على العلن وبملء الأفواه أن أمريكا تحتاج إسرائيل ووجود إسرائيل، إذن ستبقى بما يسمى أهم قوى على مستوى العالم تدعم إسرائيل بكل الأشكال. ما الذي يضير إسرائيل إذن؟ صحيح، ولكن لا يوجد بالسياسة لا يوجد شيء ثابت، يعني الثابت الوحيد هو المتغير. يعني هناك عبر التاريخ في قوى عظمى كثيرة يعني وإمبراطوريات يعني اندثرت بمر الزمن. إسرائيل الآن قيادة إسرائيل نتنياهو وقائد الجيش و جميع القيادة الجيش الإسرائيلي الآن مطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن محكمة الجنايات الدولية هذه عندما تطلب هذول ويخضعون للمحكمة لا كمان يؤثر نفسيا عليهم. ما ننسى أنه كمان الحرب نفسها أثرت على نتنياهو وأسهمه نزلت. صحيح ارتفعت أسهمه في الفترة الأخيرة نتيجة اغتيال السيد هنية، ولكن بالنهاية يعني حتى اليوم يعني هو كان اللي يفوز بس 51%. يعني حتى الشعب الإسرائيلي يعني هناك في انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، ليس يعني انقسام أفقي وانقسام عمودي. فبالتالي هو يريد أن يطيل عمر يطيل أمد الحرب، يطيل نعم. من أجل إطالة عمر حكومته. نعم، إن كنا نسميها كسر عظم من قبل المحتل الإسرائيلي للفلسطينيين، عد أصابع، محاولة ألا نقرب من ربع الساعة الأخيرة في كل التسميات التي ربما كانت متداولة. نتحدث اليوم عن قرابة 1000 يوم سيادة اللواء من إغلاق معبر رفح، المساعدات الإنسانية الشبه معدومة، من الغذاء إلى الدواء إلى المياه، كل المقومات الأساسية بالحياة. قرابة 1000 فلسطيني من المرضى والمحتاجين للمستلزمات قد توفوا خلال ما نتحدث عنه من 100 يوم من إيقاف المساعدات. يعني مستمر في موضوع عملية كسر العظم وعض الأصابع نتنياهو. يعني نتنياهو يعني هو يريد إبادة الشعب الفلسطيني، يريد الضغط على الشعب الفلسطيني. حكيت لك ما هو هدفين أساسيات له. أولا
تهجير الفلسطيني، ثانيا انه من اجل الضغط على حماس من اجل اطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين، هو هذا الهدف الرئيسي. فبالتالي هو يريد كسر شوكه المقاومه عند الشعب الفلسطيني. ولكن يعني كما قال الرئيس عرفات الله يرحمه، احنا الشعب الفلسطيني كالعنقاء يعني يخرج من الرماد. فبالتالي الشعب الفلسطيني لن، انا يعني باكد اليك، لن نستسلم، لانه يعني لن نرفع الرايات البيضاء لاسرائيل. والشيء الوحيد الذي يحقق الامان والاستقرار لاسرائيل هي اقامه دوله فلسطينيه، لانه احنا الان على الصعيد الدولي وعلى الصعيد العربي هناك اعتراف يعني في الشعب الفلسطيني بقياده ممثل الشرعي الوحيد منظمه التحرير الفلسطينيه. فبالتالي اسرائيل مهما تجاهلت ذلك لابد، الا يجب عليها ان تجلس على الطاوله وتعطي الشعب الفلسطيني حقوقه، غير ذلك سيستمر الحرب وتستمر يعني القتال بين الشعب الفلسطيني والاسرائيليين. اي ايضا تساؤل يطرح نفسه سيادة اللواء، مع كل الآمال التي تعقد لحظة بلحظة وليس يوما بيوم من قبل الفلسطينيين على موضوع لقاءات تفاوضات، وقد دعيت ربما آخر في آخرها أنها قمة المفاوضات الجديدة في جولة جديدة مترقبة، ونتنياهو لا يزال على تعنته وشروطه، هل يقول للعالم افعلوا ما تريدون والتهوا بموضوع مسار مفاوضات وأنا سأبقى أفعل ما أريده داخل قطاع غزة؟ يعني بالتأكيد صحيح، يعني هو أراد من المفاوضات يعني عدة أهداف. هو يعني أراد أن يرسل رسالة للإسرائيليين، أنا الآن أفاوض من أجل إطلاق سراح الأسرى، وفي نفس الوقت أنا يعني مستمر في قتل ما يسمى بين قوسين كما يدعيه هو وليس أنا، الإرهابيين من الفلسطينيين. فبالتالي هو يحقق أهدافه تحت ذريعة أنه يفاوض، ولكن هو نفسه لا يريد أن يصل إلى حل وسط، لأنه لم يعطي التعليمات الكاملة للوفد المفاوض من أجل الوصول إلى حلول. تمام. والحلول الذي يضعها دائما يضع العصا في الدولاب زي ما حكوها. فبالتالي هو دائما يعني لا يريد حلا، يريد أن يحقق أهدافه، لأنه نتنياهو حتى الآن لم يحقق ولا هدف من أهدافه. يعني كان أهدافه يعني حماس تسليم أسلحة، حتى الشعب الفلسطيني يرفع الرايات البيضاء، تهجير الفلسطينيين، عودة الأسرى. فبالتالي يعني حتى الآن ما زالت المقاومة في قطاع غزة، يوميا نسمع في قتل الجنود الإسرائيليين من هنا وهناك، حرب الاستنزاف ما زالت قائمة. فبالتالي هو يعني حتى الجيش الإسرائيلي يعني في هناك أفواه تتحدث، يعني يوم أمس في إسحاق برك يقول كالتالي: إذا استمر الوضع في إسرائيل هكذا إسرائيل سوف تنهار. يعني إحدى الجنرالات الإسرائيليين السابقين، يعني ليس قولي أنا. طب يعني أعود أيضا لتساؤل أن لكل شيء ثمن، وأحيانا تكون الأثمان باهظة جدا سيادة اللواء. إن كنا نراهن على انقسامات حادة، كنا نراهن على انهيار للمحتل الإسرائيلي، نراهن على وقوف إنساني وأصوات تتعالى هنا وهناك على مستوى العالم من أجل القضية الإنسانية والفلسطينية والحق الفلسطيني والحق الفلسطيني، ولكن ما يدفع بالمقابل دم، ودم غالي جدا، وأرواح بداء من الأجنة ووصولا إلى كبار السن. يعني في هذه الأثمان التي تدفع، إلى متى يمكن أن يتم المراهنة بأن يكون هنالك اتخاذ لأي مجرى لأي مسار على صعيد إنساني؟ كنا نطالب منذ قرابة، نحن ندخل قرابة العام يا سيادة اللواء على هذا العدوان، يعني ولا تحرك حتى مستوى إنساني. لا يعني احنا ليست هي مراهنة على الانقسامات، لكن احنا نعمل يعني على الصعيد الدولي هناك تحرك فلسطيني عربي على الصعيد الدولي وعلى الصعيد يعني على الصعيد الدبلوماسي وعلى الصعيد الدبلوماسي الشعبي، هناك تحرك كبير باتجاه الشعب الفلسطيني. كمان يعني ما زالت يعني الشعب الفلسطيني ما زال كمان بيقاوم بكافه اشكال المقاومه في الضفه، هو يعني الشعب الفلسطيني يقاوم بالمقاومه الشعبيه مستمر يوميا، في عندنا شهداء يوميا، في عندنا يعني اشتباكات مع المستوطنين وتعدياتهم على شعبنا. فبالتالي شعبنا لم يهدأ يعني دقيقه واحده. احنا نعيش بظروف صعبه، بالرغم من هذه الظروف الصعبة التي نعيشها ما زلنا نحن يعني بقل الإمكانيات نقاوم هذا المحتل. نعم. الغاصب. فبالتالي نعم. فبالتالي الحل الوحيد هو الاستمرار في التحرك العربي الفلسطيني العربي
على كافة الأصعدة وكم من أجل تحقيق الأهداف، غير ذلك لا نستطيع. يعني حسب أعتقد المعلومات التي يدركها الجميع أنه لم يدم محتل وغاصب على مدار التاريخ، يعني طالما هنالك صاحب أرض هو بكل الأشكال يواجه ويقاوم ويتشبث بأرضه، مع أنه دائما نؤكد أن الأثمان تكون باهظة جدا. أشكرك جزيل الشكر اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، حدثتنا من العاصمة الأردنية عمان، لك جزيل الشكر سيادة اللواء.